بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس كيف أتصرف بملابسي التي لا أحتاجها، مادة المهارات الحياتية للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. سنتعرف على الحجم والملابس والجمعية. ماذا ترى في الصورة؟ هنا أرى ملابس قصيرة، أرى ملابس قصيرة وضيقة على هذا الولد. ملابس قصيرة وضيقة على هذا الولد. أضع إشارة أمام ما ينطبق علي عندما أرتدي الزي المدرسي الخاص بي في الصف الأول. لو أنت الآن في صف ثالث وهتلبسي زي صف أول، أول حاجة سيكون صغيرا، صغر شوية علشان نجيب الاثنين مع بعض ونعلم عليهم. هنا أول حاجة سيكون صغير، وتاني شيء سيكون ضيق، يبقى هيبقى صغير وهيبقى ضيق. ليه؟ لأن الإنسان جسمه يكبر مع العمر، حجمه بيزيد. ما الذي حدث لزيك المدرسي؟ صغر وضاق، صغر وضاق، يعني أصبح صغير وضيق. صغر وضاق ليه؟ لأن أنت طولتي وكبرتي، لو أنت كبرت وطولت. التصرف السليم، أتصدق بها على الفقراء. هنا الملابس المفروض القديمة عندي، أتصدق بها على الفقراء. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا أردت أن تحصل على الخير والجنة، أنفق مما تحب، أنفق مما تحب. أحتفظ بها للإخوة، إخوتي الصغار، أستثمرها في بعض الأعمال المفيدة، أعمل بها عروسة، مخدة صغيرة. النتيجة نيل الأجر من الله إذا تصدقت. الاقتصاد والتوفير في المال، لو وفرتها لأختي الصغيرة. إدخال السرور على قلب المسلم عند التصدق. التصرف الخاطئ، أمزقها، أرميها في القمامة، أخزنها مدة طويلة. طب النتيجة، نتيجة التمزيق إسراف أو تبذير، تبذير لا يحبه الله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن المبذر يعني يضيع المال بلا فائدة. أما أرميها في القمامة، إتلاف للمال، كده أتلفت المال. وخزينها مدة طويلة ولا أستخدمها، ستصغر ولن أستفيد بها. يبقى الأحسن إن إحنا نعطيها للفقراء لتصدق بها للجمعيات الخيرية، أعطيها لأقاربي، أعطيها لأختي الصغيرة. ماذا تفعل أمك بملابس إخوتك عندما يكبرون؟ تتركها لإخوتي الصغار وتتصدق ببعضها، بتتركها لإخوتي الصغار وتتصدق ببعضها.
لما يجب عدم الإسراف في شراء الملابس لمن هم في مرحلة الطفولة؟ لأنهم يكبرون بسرعة وتضيق عليهم الملابس أو تقصر ويحتاجون لملابس جديدة. يبقى ما نكترش، ليه كل شوية هيحتاج طقمين ثلاثة يكفهم، وبعدين بعد كده ايه بعد شوية هيتغير وهكذا. لكن الإنسان لما بيكبر جسمه بيثبت، يبقى ثابت، فعادي لما يبقى عنده أكتر من طقم. لكن في الصغر لا نسرف في استخدام شراء الملابس، لأن الجسم يكبر بسرعة وتضيق وتصغر عليه الملابس ويحتاج دائما لملابس أخرى. نورة فتاة لديها فستان جميل تفضل ارتداءه دائما، تمزق في أثناء لعبها مع أختها ولم يعد بإمكانها ارتداءه. أتعاون مع زملائي في تحديد المشكلة وأقترح حلول لها. المشكلة تمزق الفستان. طيب الحل إصلاحه وخياطته مرة أخرى أو نستفيد به في صنع أشياء جميلة. نستفيد به في صنع أشياء جميلة، تصنع منه عروسة، تصنع منه مخدة صغيرة، تصنع منه وردة، لعبة، تفكر في أشياء تستفيد به. طبعا ما ندفعش نتصدق بيه لانه اذا كان ممزق. اكتب اسم جمعية خيرية بمدينتك وحدد مجال عملها مستعينا بالمنظم المختص. اسم الجمعية جمعية البر، مجالها تساعد الفقراء. تعرف الأغنياء على الفقراء ليتصدقوا عليهم. تقدم لهم الأطعمة والملابس وغيرها. يبقى دي جمعية البر، فائدتها بتساعد الفقراء، تعرفوا الأغنياء على الفقراء ليتصدقوا عليهم. لا تخجل من الاستفادة من ملابس الإخوة الأكبر سنا. الملابس التي تتصدق بها يجب أن تكون نظيفة وفي حالة جيدة. هناك جمعيات خيرية تساعد على توصيل الملابس والمعونة الغذائية للمحتاجين. بعض الملابس تصغر بعد غسلها، بتكش، ليه؟ مصنوعة من القطن، لو غسلت بمية سخنة بتكش فتصبح ضيقة. حافظت على قطعة لباس جميلة ومفضلة لديك، إلى من تقدمها؟ إلى أخي الصغير إلى أحد الفقراء. إلى أخي، حط له بس كده النقطة، نقطتين هنا، إلى أخي الصغير، حط له نقطتين الياء، أو إلى أحد الفقراء. أحيط الجمعية المتخصصة بتوزيع فائض الملابس إلى المحتاجين. هل الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم، جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن،
جمعية البر، هي جمعية البر، هذه هي الإجابة الصحيحة، جمعية البر. وحدة شخصيتي، أتعلم لغة الإشارة حتى أستطيع أن أتعامل مع أصدقائي. ضيق، يعمل كده يعني إيه؟ ضيق. نعم، نيرو. هنا كبير، بيج، ويفتح إيديه، تاني مضيق إيديه، وهنا صغير سمول، وقديم أولد. تمارين عامة، السؤال الأول نضع علامة صح أمام العبارة أتصدق بالملابس التأليفة والممزقة، طبعا خطأ. ألمس الأسلاك الكهربائية المكشوفة، لمس الأسلاك الكهربائية المكشوفة خطر، وخاصة وقت الأمطار، صح. إذا كبرت علي ملابسي أتصدق بها على الأغنياء، طبعا ما لا بتكبر ولا فيها عقود أغنياء. الحمل الخاطئ للأشياء يؤثر على سلامة الظهر، صح. فصل الأسلاك الكهربائية فور الانتهاء منها، صح. يبقى خطأ، صح، خطأ صحين. وبعدين نشوف اللي تحت. رقم 6، طلب المساعدة من الآخرين عند حمل الأشياء الثقيلة، صح. السؤال الثاني، أضع الكلمة المناسبة، عندي 4 كلمات، صغر شوية عشان تبان، كمان شوية كده بقت واضحة. عندي الأسلاك الكهربائية والعربات وجمعيات خيرية. هناك جمعيات خيرية تساعد على توصيل الملابس والمواد الغذائية المتعين. تأكد من قوة الفولت. تستخدم إيه؟ العربات، تستخدم العربات لحمل الأشياء الثقيلة من الخطر، لمس الأسلاك الكهربائية، والأيدي مبللة بالماء لأن الماء يساعد على توصيل الكهرباء. يبقى جمعيات خيرية، الفولت، العربات، الأسلاك الكهربائية. السؤال الثالث، اشطب الحروف، حروف الكلمات اللي يأتيها، وبعدين يطلع لي شيء. هنا عندك ظهر، حمل أرنب، هنا الظهر، وبعدين حمل، حمل، وبعدين أرنب، أرنب، وبعدين صغير، عندي ال صغير هنا كده، وبعدين الكلمة اللي فاضت عندي هي البر. البر، جمعية البر، جمعية البر. وكده نكون خلصنا. ما تبخلوش علينا بالدعاء واللايك والاشتراك في القناة، وأذكركم بأن القناة عليها كل المواد موجودة في قوائم التشغيل، أي مادة تريدها موجودة، رياضيات، علوم، لغتي، دراسات إسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.